المغرب بنتبع هذه هذه القضيه كامله. اللي كاين دابا هو عناصر ديال الوقايه المدنيه داخلين داك الحفره الافقيه اللي شرحنا لكم قبيله، وصلوا واحد المسافه بقى لهم تقريبا اقل من متر، في حدود 80 متر 80 سنتيمتر عفوا. ها 80 سنتيمتر ما غت 80 سنتيمتر ما غاديش تحفر بالطريقه العاديه. علاش؟ الا مشى تضربوها بشي حاجه صلبه حين تقربوا داك القطر ديال الثقب المائي، وهذاك القطر المائي في الامطار الاخيره ديالو هو جد ضيق، يعني حجره صغيره ممكن تسدو. الا بغيتي تجبد الطفل ريان غيستعصيك الامر. هذا الشيء علاش الناس ديال الوقايه المدنيه غادي يتعاملوا بهاد 70 حتى 80 سنتيم، غيتعاملوا معاها بواحد الدقه واحد الثقاله واحد الفنيه واحد المهنيه واحد الاحترافيه. الامر اللي غيتطلب لي شويه الوقت بشويه 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 غير باش تعرفوا التاخر في هاد السنتيمتر الاخيره هو الصعيب، لانه هو اهم ماكين في المرحله. واحد الحاجه الثانيه اللي غنقولها للصحفيين كاملين، هو راه غادي يكون واحد كما كاين، ان فوا غادي يخرج الطفل ريان غادي يهز ليا بيدو غيعطيني الاشاره غنطلع عندكم انا، راك غتسمعوا الخبر قبل اللي يطلع من تما باش تكونوا هانين. الله يحفظك. باش تكونوا هانين باش تحسوا علاش بالراحه. السبب ديال سياره الاسعاف، السبب ديال سياره الاسعاف، سياره الاسعاف كتحطها كتوجدها كتشوفها بيان ايكيبي كتشوفها خدامه باش تطلع لك من تما كاين مزيان ما كاين فيها حتى شي مشكل في الميكانيك ديالها. هادشي علاش كنجيبوا سياره الاسعاف وكنجيبوا كنجيبوا المطيال كنحطوا تما كاين باش يكون موجود. بالنسبه للصوت اللي سمعنا قبيله، الصوت الصوت ديال الانجراف انا قلتها لكم دابا كمسؤول في لجنه اليقظه والتتبع عماله اقليم شفشاون قائد وزاره الداخليه، كنقول لكم كمسؤول اين فوا غادي يخرج الطفل. كنتمنوا من الله هذه الوقيته ديال الدعاء، هذه الوقيته ديال الدعاء، ودعاء يكون من القلب سبحانه وتعالى. اي واحد غيعطيني الاشاره من تما كاين اللي هو ديالنا غنطلعوا عندكم غنقول لكم. من غير هذا الشيء ما يكذبش عليكم شي واحد، ما كاين حتى شي حاجه كي دار هذا تشافوا بعدين قال لك جروح بالغه. لكن القنوات بان انا كنهضر معك دابا كمسؤول من المكان الحديث ثم شفتوني دابا ما كاين حتى شي حاجه من هذه الهضره. ما تخرجش من الفرقه التنبيه ريان، انتم الاولين غتخرجوا باش نقلوا بدوركم المعلومه للشعب المغربي لانه كامل كيتسنى. ما تخرجش من الفرقه التنبيه.